بتاريخ 27 نوفمبر 2018 عثر على البريطاني غافين فورد وهو مذيع في إحدى الإذاعات اللبنانية جثة هامدة ومقيدة في منزله الكائن في بلدة برمانة. من خلال الكشف على الجثة تبين أن سبب الوفاة ناتج عن الخنق والضرب على الوجه بآلة حادة. ده غافين فورد مذيع بإحدى الإذاعات اللبنانية. وكان فورد يقدم برنامج غافين فورد إن ذا مورنينج الصباح منذ أكثر من عقد من الزمان عبر إذاعة راديو 1، وعثرت قوات الأمن في لبنان عليه مقتولا في شقته. على الفور باشرت القطاعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراءاتها الميدانية لكشف ملابسات هذه الجريمة. خلال ساعات قليلة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من العثور على سيارة المغدورة التي سرقت بعد ارتكاب الجريمة مركونة في محلة سوق الأحد. ونتيجة للتحريات والاستقصاءات تم الاشتباه بأحد الأشخاص السوريين ويدعى عين ألف مواليد عام 1991. وبتاريخ 28/11/2018 ومن خلال المتابعة وعمليات الرصد الدقيقة تمكنت الشعبة من توقيف المشتبه به المذكور في محلة النبع حيث يقيم، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب جريمة القتل بالاشتراك مع السوري حاه به مواليد عام 1995 وأنه يجهل مكان تواجده. من خلال المتابعة وفي أقل من 5 ساعات تم تحديد مكان تواجد المشتبه به الثاني وتوقيفه بعملية نوعية وخاطفة في محلة الجناح. بالتحقيق معهما اعترف بارتكابهما جريمة القتل وأنهما حضر ظهر يوم الاثنين 26/11/2018 إلى منزل المغدور بهدف السرقة، وأقدم عن خرقه وضربه بآلة حادة إلى أن فقد وعيه، ثم غادر المكان على متن سيارته، ومن ثم خبأ قسم من المسروقات في مكان إقامتهما في محلة النبع. الله يرحمه غافين فورد. وبتفتيش منزلهما تم العثور على الهاتف الخلوي للضحية ومفاتيح سيارته وأوراقها الثبوتية. تقدر الإشارة إلى أن مرتكبي الجريمة ليس الشخصان اللذان ظهر في مشهد الفيديو الذي نشره المغدور قبل وفاته. والتقى العشرات من أصدقاء فورد وزملائه وعدد من أفراد عائلته في كنيسة مار ساسين في بيت ميري، حيث أقيمت مراسم الجنازة قبل أن يوارى الثرى في مدافن الكنيسة. وأنا أثناء جنازته كنيسة مار ساسين. ل 1965 ل 2018، يعني حوالي 53 سنة. ونشرت الفنانة نيكول ساب عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر تغريدة تنتقد فيها تصوير المذيع اللبناني المقتول غافين فورد والذي عثر مقتولا عليه في شقته. وقالت نيكول ساب انتقادا لذلك، وكتبت نيكول: يا عيب الشوم لما واحد بيتقتل وملقحة جثته بالأرض، بكون بل حدا تاني يصوره ويتداول صورته عبر مواقع التواصل بدون أي حرمة للميت أو أي إحساس لهي الجريمة بأي زمن صرنا عايشين، ولو ما بقى في قيمة لا لوجود الإنسان ولا الاحترام لموته تف. أرقد بسلام يا غافين. دي نيكول ساب، وده البوست على تويتر على حسابها. ده غافين فورد المذيع اللبناني الله يرحمه. هنشوف الأول نبذة عن أمل حمادة وبعد كده الفيديو بتاع تنبؤها بموتها، حيث هز خبر وفاة الساخرة اللبنانية أمل حمادة موقع التواصل الاجتماعي ليحتل اسمها صدارة قائمة الأكثر تداولا. ديت الراحلة الساخرة اللبنانية أمل حمادة. تعتبر حمادة من مشاهير مواقع التواصل، حيث اشتهرت بانتقاداتها اللاذعة للنجوم وبعبارات شهيرة أطلقتها تستخدم في كثير من مقاطع الفيديو للسخرية.
أمل حمادة هي سيدة لبنانية تبلغ من العمر 41 سنة من مواليد عام 1976، تمنت كثيرا أن تدخل لعالم الفن والتمثيل ولكن لم يقدر لها ذلك. يا أمل حمادة، بدأت شهرة أمل حمادة منذ 3 سنوات عندما أجرى معها تلفزيون المستقبل لقاء في شارع الحمراء بلبنان من خلال المصادفة كنوع من آراء الجماهير، وسئلت عن الرجال فقالت انقرضوا الرجال لتشتهر الكلمة وأصبحت لديها قاعدة جماهيرية كبيرة، لتصبح بعدها أمل حمادة من أشهر السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوبها الكوميدي والفكاهي ومتناهي الجرأة، وتتخاطفها القنوات ووسائل الإعلام للحديث عن كل المواضيع السياسية والاجتماعية والفنية لدرجة أن لقبوها بملكة الكلمة، وكان لسانها سليطا في التعليق على مواقف الفنانين والفنانات، وجذبت تصريحات حمادة الصريحة عددا من وسائل الإعلام، فأصبحت تطل في كثير من اللقاءات وتنتقد النجوم بينهم مريم فارس ونجوى كرم وراغب علامة وإليسا ومية دياب وعاصم الحلاني، كما اشتهرت بكلمة مين ما أخدع لتصبح من أكثر العبارات تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كانت أمل التي تنتمي إلى مدينة النبطية جنوب لبنان، ورغم قناعتها بانقراض الرجال في بلدها إلا أنها كانت تحلم بالارتباط مع رجل بمواصفات غير عادية. رحلت أمل حمادة إثر تعرضها لجلطة دماغية حادة مساء أمس 27/11/2018، توفيت بالطريقة نفسها التي توفي بها شقيقها، ويبدو أن أفراد عائلتها يعانون من مرض وراثي. أمل حمادة الله يرحمها. هنا أحمد ياسين ابنة خالتي الكوميدية أمل حمادة أصيبت بجلطة دماغية حادة وهي في حال موت سريري، أخذت أمل معها ضحكتها وخفة ظلها. إليسا نعتها زعلت كتير لما عرفت بوفاة أمل حمادة، كانت قاسية بتعليقاتها مرات، بس قدام الموت ما فينا إلا نجتمع ونصلي لروحها الله يرحمها. نادين الراسي فقع قلبي مش عم صدق، ما حدا يكرهك وسامحيني إذا زعلتك شي يوم أمل حمادة، يا ريت الخبر يطلع كذبة. أنا بالله هلال رحلت باكرا وتركت في قلوبنا غصة عميقة، سنتذكر دوما إطلالاتك الخفيفة الظل والعفوية، أسكنك الله فسيح جنته، ونشرت صورتها مع التعليق. نصيف زيتون يوم مزعج جدا، الرحمة لأرواحكم، هاشتاج أمل حمادة 27 نوفمبر 2018، ماجي بغصب هاشتاج وداعا أمل حمادة، الله يرحم روحك الحلوة ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك، صلاتنا إليك 27 نوفمبر 2018، فرح يوسف المرأة التي زرعت البسمة على وجه الجميع، هاشتاج أمل حمادة الله يرحمها يا رب ويصبر أهلها، رويدة عطية هاشتاج أمل حمادة في ذمة الله الله يرحمها ويصبر قلب محبينها، نشرت صورتها. وتداول محب الراحلة أمل حمادة مقطع فيديو هنشوفه بعد شوية يكشف بوضوح كيف تنبأت بنفسها بطريقة موتها بالتفصيل، وذلك في ظهور تلفزيوني لها أدلت خلاله بتصريحاتها بكلمات مؤثرة. مقطع الفيديو المقتطع من برنامج بلا تشفير الذي أطلت فيه اللبنانية الراحلة أمل حمادة منذ نحو عام ونصف، حيث قالت أتمنى من ربي بس بدي موت، معرف نوبة قلبية نومة بلا قومة، عرفت شو بدي ويمكن يتحقق هالطلب، يا رب اغفر لي وسامحني دخيلك يا رب أنا ما غلطت بحياتي. ورغم أنها تنبأت بموتها سريريا إثر تعرضها لجلطة إلا أنه لم يتبين عما إذا كانت الراحلة تعاني من مرض ما جعلها تتنبأ بموتها بهذه الطريقة، أم أنها كانت أمنية خاصة بها حتى لا تعيش آلام المرض لسنوات قبل
الوفاة. محبو أمل حمادة تناقلوا مقطع الفيديو بحالة من الحزن والأسى، داعين لها بالرحمة ومعبرين عن صدمتهم بخبر موتها المفاجئ عن عمر يناهز 41 سنة. إثر تعرضها لجلطة دماغية تسببت في وفاتها سريريا قبل إعلان وفاتها رسميا، حيث من المقرر أن يتم دفن جثمان أمل حمادة اليوم الأربعاء 28/11 بإقامة جنازتها ومراسم دفنها في مسقط رأسها في مدينة النبطية. الله يرحمها، وهنشوف الفيديو بتاعها وهي بتتنبأ بموتها دلوقتي. بسرعة لو سمحت، يعني بدها تحكمني سكتة قلبية، يعني أنا شو هعرف رح يتحك؟ أنا بتمنى من ربي بس بدي موت ما أعرف. منتهى الموضوع، سكتة قلبية، نومي بلا قومي. عارفين شو بدي؟ ويمكن يتحقق هالطلب. مرتي يا ربي اغفرني وسامحني، دخيلك يا ربي، أنا غلطت بحياتي بس أنا ما غلطت، هو بده ياني أغلط، خلصنا. خلصنا. يلا باي. أعطيني شهادة حياتي. ما فيش عندي شهادة، شو بدي؟